الذكاء الاصطناعي أخيرا بآيفونكم بشكل رسمي ومن شركة آبل. وخليني أعطيكم تفاصيل ومختصر مؤتمر آبل للمطورين واللي دوب وخلص وبسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. المؤتمر بدأ يوم جاء تيم كوك ورحب على المسرح قبل ما يبدأ البث المباشر، وبعد ما رحب فينا بكل بساطة على طول بدأ المؤتمر مع الأنظمة التشغيلية، وأولهم على طول نتكلم على الفيجن أو إس، هذا النظام التشغيلي اللي جاب تحديثات في بعض التطبيقات، تطبيق الصور، وأيضا لما نتكلم على تطبيق النفس الفيديوهات ومشاهدتها ومنظومة التطبيقات، وأيضا وفر الـ APK الأساسي للمطورين بحيث أنهم يستفيدوا بشكل كامل من تطوير تطبيقات أفضل على هذه المنظومة. أتاحوا نفس الفيجن برو، نفس النظارات في دول جديدة، وإن شاء الله عقبال يجي لنا الدور قريبا بإذن واحد أحد. نظام الفيجن OS 2 جاب خاصية الصور المكانية بحيث أنه يتم تحويل الصور العادية إلى صور مكانية تشوفوا فيها عمق جميل وواقعي، وخيارات التحكم زادت بعد ما كانت بالصوت واليد والعين، الحين من خلال راحة اليد وقلبها يمديكم تشوفوا أمور مثل مستوى البطارية. أيضا أبل تعاونت مع كانون وراح يتم تصنيع عدسة خاصة لكاميرات كانون عشان يتم تصوير الفيديو المكاني من خلالها. وبعدها انتقلوا على طول على نظام الـ iOS 18 على النظام اللي حيجي على آيفوناتنا. وهنا توضيح، ترى الآيفونات الجديدة تطلع في شهر سبتمبر بإذن الله، وحسب نفس العادة شهر سبتمبر بإذن الله حيكون الآيفونات، وبكون معاكم كالعادة إن شاء الله من مقرهم، وبالتالي تعرفوا كل جديد الآيفونات ومقارناتها وتفاصيلها، وأيضا هل هي تناسبكم أو لا. فأرجع للمؤتمر حق المطورين اللي من خلاله الحين انتقلنا لنظام الـ iOS 18. الحين صار يمدينا نحرك مكان التطبيقات براحتنا على الصفحة الأساسية، بالإضافة لخيارات واسعة لتغيير ألوان التطبيقات، وعلى الوضع الداكن التطبيقات تصير بشكل أسود رايق. أيضا مركز التحكم زادت فيه الخيارات مع تصميم جديد وصفحات جديدة لأجهزة المنزل والصوتيات. ميزة قفل التطبيق جاءت على الآيفون بحيث ممكن تقفلوا تطبيق ببصمة الوجه أو تخفوه من الصفحة الرئيسية ويروح إلى ملف مخفي. تطبيق الصور والاستوديو جاءت عليه ميزات تخليكم تتصفح الصور وترتبوه بشكل أفضل، وكمان في تطبيقات جاء عليها تحديثات زي تطبيق الرسائل واللي يمديكم تجدول الرسائل، وتطبيق الإيميل واللي صار له عليه تحسينات وتطويرات كويسة. انتقلوا بعدها للسماعات، سماعات الإيربودز، وجت بخصائص جديدة طبعا مبنية على السوفتوير وليس على الهاردوير، ونتكلم على ميزة جديدة من خلالها ممكن تهزوا رأسكم يمين ويسار عشان تقولوا لا وما تردوا على الاتصال، أو تهزوا رأسكم للأعلى والأسفل عشان تردوا على الاتصالات، فكأنها إيماءات تم إضافتها على نفس السماعات. أيضا على طول رحنا للساعة ونتكلم على الواتش او اس 11، ونتكلم عن ميزات زي تطبيق الساعات الجديد اللي هو فايتلز، اللي عليه راح تلاقوا اهم المعلومات عن صحه قلبكم والرئتين والنوم وغيرها من الامور، مع نصائح ومعلومات مساعده لتحسين صحتكم باذن الله، بالاضافه الى تحسينات عامه على واجهه الساعات. وبرضه في عندكم تعلم الاله والذكاء الاصطناعي، تعلم الاله اللي بيساندكم اذا اقترنتوا ساعتكم مع الجوال انه في صور تختارها او الالات تبدا تختارها من البومكم بحيث انه تصير تظهر لكم على واجهه الساعة، يصير يختار لكم بدون أن تتحددوا الصور تلقائيا، تطلع لكم صور تخيلوا من الذكريات والأشياء، تطلع أشياء قريبة اللي صارت تصير واجهة للساعات. وبرضه تحسين لنفس الواجهة حقت الساعة، تطبيق الساعة على الآيفون بحيث أنه يعطيكم منظور أفضل للصحة، ولا ننسى مقارنة الصحة والأداء الصحي من فترة إلى فترة مع نفس الرسومات البيانية. وانتقلنا بعدين على الآيباد أو إس اللي هي المنظومة الخاصة في نفس الآيباد والنسخة 18. إن الأشياء اللي جت على الآيفون أيضا جت على الآيباد، لكن لما نتكلم على أمور جديدة مرة فنتكلم على الماث نوتس، على تطبيق الحاسبة أخيرا وصل للآيباد، وفيه أيضا مزايا علمية إضافية، فالحاسبة موسعة بشكل جدا كبير، وكمان في ميزة الماث نوتس داخل الآلة الحاسبة تمكنكم برسم المعادلات وحلها بشكل أسهل، وإنشاء الرسومات البيانية للمعادلات بشكل مباشر بضغطة زر، وحل المعادلات بمجرد ما ترسموا علامة يساوي بجنب المعادلة، وهذه أشياء تعتبر كمان رائقة للفيزيائيين ومحبين الحاسبات. طيب نتكلم على منظومة الماك. الماك جاء لهم السكويا اللي هو الاسم الجديد، كل مرة يختار سلسلة من الجبال ويسموا عليها نفس النظام التشغيلي حق الماك، فسيكويا هو هذا هو النظام التشغيلي الجديد. ميزات زي الايفون ميررين وعكس صوره للايفون، تقدروا تعرضوا شاشه الايفون بشكل كامل بدون ما تخسروا خاصيه عرض الشاشه العرضيه على الايفون اللي هو كانه ساعه، ولما ينعرض ايفونكم على الماك تقدروا تتحكموا على الايفون بدون اي مشاكل وعن بعد. ايضا اشعارات الايفون صارت تطلع لكم بشكل مباشر على الماك، ولو ضغطتوا عليها راح تفتح لنا صفحه الجوال بشكل مباشر على الماك وبنفس الوقت، والجوال مقفل وبعيد عننا. لما اقول بعيد عننا اتكلم على نفس المنظومة، يعني نفس المكان الغرفة على الأقل الموجود هو بعيد عننا مترين ثلاثة عادي، بما أنه نفس الآي كلاود والحسابات والترتيبات، وهذه بختبر لكم إياها وبجيب لكم كل تفاصيلها بإذن الله أول بأول. ألعاب جديدة جت زي Assassin's Creed Shadows، وهذه جت على الماك والآيباد من Ubisoft، وكل التحديثات راح توصلكم بشكل رسمي في خريف هذه السنة. الحين نتكلم على أهم شيء جاء في المؤتمر بالنسبة لي لما نتكلم على Apple Intelligence اللي هي منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أبل. أول كنت أفكر وكثير تكلمت عليها إنه لما تجي سيري ويكون
مندمج ما بين الذكاء الاصطناعي وسيري حيكون شيء جدا رائع، ولكن ابل اخذت خطوه ابعد من كذا. المهم خلينا نروح التفاصيل. الذكاء الاصطناعي من ابل حيكون موجود على انظمه الايفون والايباد والماك الجديده. اهم ميزاتها لما نتكلم على ان سيري تحسنت اخيرا وصارت تفهم كلامنا معها بشكل افضل بكثير، بحيث صار ممكن نفتح معها محادثه متسلسله، يعني راح تستمر في الكلام بدون ما تنسنا كلامنا السابق. طيب مع موضوع وبعد كم ساعه او بعد يوم نفتح الموضوع نفسه تكمل معنا المحادثه. بنفس الوقت صارت تقدر تتمم مئات المهام بدون تدخلنا، فلو قلنا لها مثلا شغلي البودكاست اللي صاحبي ارسل لي قبل اسبوع مباشره الذكاء الاصطناعي مع سيري، حيخلي من الممكن ان نفتح تطبيق البودكاست ويشغل الشيء اللي احنا نبغاه. ايضا موضوع مهم انه سيري صار لها وصول للتشات جي بي تي لما نتكلم على الفور او النسخه الاخيره اللي طلعت منه، وسيري راح تطلب منكم الاذن وتسالكم لو كنتوا تبغوا تستخدموه او لا. وبشكل عام الذكاء الاصطناعي تم دمجه مع النظام، يعني مو بس سيري هي طريقتنا الوحيده للوصول للذكاء الاصطناعي، فمثلا المكالمات صار ممكن تتسجل ويتم تلخيصها عبر الذكاء الاصطناعي مع تنبيه المشاركين في الاتصال انه جالس يتم تسجيل هذا الاتصال. ومن ناحيه الصور فالذكاء الاصطناعي على اجهزه ابل صار ممكن ينشئ الصور داخل تطبيقات مثل تطبيق الرسائل او تطبيق الملاحظات، يعني مثلا لو فتحنا تطبيق الملاحظات وحددنا مكان معين في الملف باستخدام ميزه الايمج واند زي العصا السحريه حقت الصور، ممكن ننشئ صوره خاصه لهذا الملف وتكون حسب رغبتنا وكلامنا اللي كتبناه. ايضا صار ممكن نسوي الايموجي الخاصه فينا من خلال ميزه الجينموجي المدعومه بالذكاء الاصطناعي، وميزه تحليل النصوص وتلخيصها تم دمجها على الانظمه الجديده بحيث ممكن تلخصوا الايميل وتغيروا صيغتها حسب الجهه اللي تتواصلوا معها. وايضا الذكاء الاصطناعي راح يحلل اشعاراتكم ويحط الاشعارات المهمه في اعلى القائمه. ولما نتكلم عن الخصوصيه هذه دائما ابل تحط لها كثير تركيز، فنتكلم على معالجه البيانات دائما تصير على جهازكم فقط، يعني ابل ما راح تاخذ البيانات حقتكم، بياناتكم لكم انتم بس. ولو جهازكم ما قدر يتحمل كم البيانات ومعالجتها، ابل جابت مساحه جديده اسمها Private Cloud Computing. لما نتكلم على انه من خلالها بتتم معالجه البيانات في امان عالي وبدون حفظها. ملاحظه مهمه لازم تعرفوها هي ان الذكاء الاصطناعي فقط حيشتغل على الاجهزه اللي تدعم معالجات سلسله الام زي اللي نتكلم على الام 1 2 3 4. ايضا الاجهزه تدعم معالج الاي 17 برو زي الايفون 15 برو وبرو ماكس، ونتكلم هذا الجيل اللي توه جديد. فالذكاء الاصطناعي بيتوفر على كم من الاجهزه، ولكن الذكاء الاصطناعي حيكون على هذه المعالجات بالتحديد، ونتكلم على الايفونات هي الايفونات 15 برو والبرو ماكس للاسف فقط. واكيد لما نتكلم على كم الخصائص الكبيره اللي يصير اطلاقه مع هذه الانظمه التشغيليه والذكاء الاصطناعي اللي يبيله كثير من التجارب، اعرف ان هذه التجارب تجيكم اول باول باذن الله. طيب انا وين؟ لا ننسى انه الحين احنا في فتره جدا جميله نتكلم على الحج، وعشان كذا انا ما بين المطارات وقاعد احاول اخلص اموري قبل باذن واحد احد ما انتقل الى مكه المكرمه على اساس ادي فريضه الحج. الله رب العالمين يتقبل مني ومنكم، وان شاء الله كل من في خاطر الحج ان رب العالمين يكتب له اياها عاجلا غير اجل يا رب العالمين. من ناحيتي ان شاء الله متوجه للرياض بعد ما غطيت لكم اشياء رائقه مختلفه، زي مثلا نتكلم على طريق مكه اللي قاعد يصير في انقره وتفويج الحجاج، وانهم قاعدين يروحوا بشكل جدا رائق وختم جوازاتهم ودخول المملكه من مطارات بلدانهم. ايضا لما نتكلم على كم التقنيه اللي تم ابتكارها واستخدامها مع الحجاج ووزاره النقل واللي غطيت لكم اياها مع هيئه الطرق، لما نتكلم على الاسفلت اللي من عرفه ومزدلفه واللي يبرد لكم نفس الحراره واللي ساهم كونه مطاطي انه ان شاء الله باذن الله نخوض تجربه جميله اسهل ايسر على مفاصلنا وركبنا ما بين مزدلفه وعرفه. نهايه الفيديو كل فيديو، اللهم يا رب العالمين اكتب لنا وياكم الخير، وباذن واحد احد كل شيء يكون زي ما تتمنى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن واحد احد في امان الله.